السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. كما راكم تشوفوا اليوم راح نديروا تحلية باردة تليق بزاف لشهر رمضان، يعني هي سهلة التحضير اقتصادية. واش عندنا في هذه المقادير؟ عندنا قاطو هكذا، أي نوع تاع قاطو تحبوه. أنا هذو شريت ثلاثة ب10,000. وعندنا كذلك زوج باكيات تاع فلون فاني، تحبي ديري اي نوع تاع فلون تحبوه. انا هنا درت فاني، وعندنا حبه موز، وهنا عندي ريتلا حليب. واش نبداو نديرو في هذا الفلون تاعنا؟ اذا ريتلا حليب ونحط لي دو باكي تاعنا تاع الفلون. عندك نزيد كذلك ملعقة أكل، سواء تحبوا مايزينا ولا تحبوا فارينا. فهمت؟ عندي ملعقة أكل، عندي صغيرة الملعقة. ونحط الخليط تاعنا فوق النار، نبقاو نحركو فيه. هنا كيما راكو تشوفو قطعو الكاطو تاعكم هكذا وحطوه في المول. اي مول عندكم، يعني من الاحسن لو كان يكون مول، يعني بالديسان تاعو يكون احسن. انا ما عنديش، عندي هذا السامبل هكذا. عندنا هاد الحبة تاع البنان، نقطعوها دوائر ونحطوها فوق الكاطو تاعنا. حطوا هكذا البنان تاعكم هكذا فقط عشوائيا نحطوه. كاين ملاحظة، اللي تحب تزيد دير فاكهة واحدة أخرى، مثلا تحب تزيد دير فريزة أو تحب تزيد دير الكيوي، دير يعني الفواكه الموسمية تخلط، ديري حبة حبة من كل فاكهة، كذلك راح تمد لها طعم شباب بزاف وبنين. نبداو نحطو في الفلون تاعنا هكذا فوق، فوق الكاطو ولا كيفاش يقولو، بانان وهذا هكذا فرغو غير بالعقل. هادي تجيكم بنينة بزاف وسهلة، كتشوفو يقدر الواحد حتى يوجدها في السهرة، اللي ما يحبش يتسحر يحب ياكل غير حاجة خفيفة وباردة يتسحر بيها. كما راكم تشوفوا هكذا، سقموا شوية هكذا وين نطلع لكم البنان. انا واش نديرو، ناخدو هذا الكاطو تاعنا نزيدو نحطوه هكذا من الفوق. خليوه هاد الكاطو تاعنا خلوه يبرد مليح، نغطيوه ونخليوه يبرد، ولما يبرد ان شاء الله باذن الله راح نرجع لكم باش تشوفوه في صحن التقديم. نجيب باش نغطيه تشوفوني. هاوليك الفلون تاعنا بعد ما خليناه في الثلاجة حتى شد روحه وبرد مليح، الآن نحاولو نحيوه نقلبوه.
نستعين شويه هكذا بالسكين، نحيد شويه هكذا. فوالا هاوليك اش قلبناه. الان واش نديرو؟ يبقى التجميل اختياري، ديري واش تحبي. انا هنا رايحه ندير خطوط تاع شوكولا، هيا ديرو خطوط تاع الشوكولا هكذا. تحبوا ديرو كذلك تحبوا ديرو لي زاموندي فيلي كذلك، ديرو لي زاموندي فيلي فوالا. وكي ديروه في مول في مول يكون مزخرف يعني يجيكم احسن. نسيو نقطعو مرسو، بسم الله. شوفوا كيفاش جانا الداخل، هاولي كيفاش جانا. شوف جا ما شاء الله. شوف تاعنا كيفاش جا. بسم الله هاولي. هاوليك الكاطو والفلون ما شاء الله. جربوا هذه الوصفه راهي سهله ورايحين تنجحوا فيها طبعا باذن الله. واش نقولكم الى فيديو اخر ان شاء الله. استودعكم الله في امانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.